الصحافة بتاعتنا غير في بعض نوع الصحافة تخلي الصحفي لازم الموضوع يظهر مش لازم الصحفي يظهر. تعالى يا اسخال تصور بقى هنا كلوز حالا زي ما انت عايز حالا. مش كنت بتسالني على الزهره الصغيره؟ ودي الزهره الصغيره اللي انت صورتها جوه. اه الخندل في موقع حماده، واحنا النهارده 16 صوبة. ربنا يعين. شوف المعنى قد او انت هتدخلوا الكلام بقى بعد كده على الشغل اللي انتوا عاملينه ده. دلوقتي هتشوفه غابة. غابة حاجة منظر طبيعي رهيب. اللي هي بتاع المنجروف اللي هم بيجمعوها تزرع في الكياس. ايه ألف يوم كده لا تعالى هنا مش كلها مختلفة. ده شغلكم في الخلفية عندك في الآخر. أنا شايف طيور يا دكتور بتطير. أمال إيه، ما هو إيه الكبير الرصاصي ده؟ لا أنا مش متخصص بس دايما تيجي الصبح تلاقي فيه طيور كذا. السعودية فيها الناحية الثانية. تحت الشمال كله وبعدين في موقع عشان من بعد الغردقة. الغريان اللي هو اللي الطمي فبيترسب فده بيئه صالحه لانه الواحد يريح عينيه شويه. ابسط حاجه كلنا بنتكلم في موضوع العين. والمساحات اللي موجوده عندنا في مصر محدوده، كانت بتهدد بعض المهددات بتحددها زي الرعي الجائر من الإبل خصوصا في مناطق جنوب البحر الأحمر، وبالتالي هذا النوع النباتي هو كنز وراثي نباتي في مصر موجود، لأن هذا النوع بينمو في المية المالحة في البحر الأحمر الملوحة 40، خصوصا أن هذا النوع النباتي له دور مهم جدا في التغيرات المناخية. كل الدراسات والابحاث بتقول انه بيمتص غازات الاحتباس الحراري 4 أضعاف الغابات الاستوائيه، وبالتالي ليه دور مهم جدا في ظل ما يسار على زياده مياه البحر، وهو بالتالي ليه دور مهم في حمايه الشواطئ زي ما النهارده
شايفين المنجروف وغابات المنجروف، هي عاملة زي حائط صد ضد النحر للشواطئ، بجانب الجزء الهام جدا وهو أنها بيئة حاضنة لأسماك القشريات، سواء كان كل أنواع القشريات بأنواعها المختلفة. أنا عندي في تقريبا 24 استاد من المنجروف، مساحات قليلة، كلها المساحة كلها لا تتعدى 550 هكتار طبقا اللي موجود في الأبحاث. يعني هي الفكرة ان انا اعمل هابليتيشن، يعني ازرع منجروف في اماكن ما فيهاش منجروف، ده نوع من البلوشن. ان لكن ايه اللي ازرعه؟ اعيد استزراع، اعمل ريهابليتيشن مش هابليتيشن.